عالم خاص مصغر بمناخ مميز، إلهام وأصالة، أفكار مبتكرة خارجة عن المألوف. صنع جناح هولندا بالكامل من الطاقة المستدامة والمتجددة، بدءاً من طريقة الإنارة وصولاً إلى الأرضيات والألواح الفولاذية. نحن هنا أمام الجناح الهولندي بإكسبو دبي 2020، حيث تتألق هولندا بهذا التصميم الفريد والمميز بجناحها وترفع سقف التوقعات إلى أقصى ما يكون. طبعاً تشارك هولندا بهذا التصميم من وحي شعار حلول مستدامة من وحي الابتكار الخلاق. عندما نتحدث عن التلوث البيئي، فغالباً ما يخطر في أذهاننا زيادة إنتاج الكربون واستهلاك المزيد من الطاقة التقليدية لتلبية احتياجاتنا. عرضت الكثير من الحلول الروتينية لهذه المشكلة العالمية، ولكن هولندا تميزت بأن جناحها بالكامل عبارة عن حلول وتقنيات مبتكرة لحل هذه المشكلة. في عرض مبهر ومبدع، تم عرض كيفية استخراج الماء من الهواء مباشرة باستخدام الطاقة الشمسية لري المزروعات دون استخدام أي مصدر من مصادر المياه المعتاد عليها. الأمطار الصناعية الداخلية التي يتم توليدها من قبل تكنولوجيا هولندية مبتكرة، واحدة من الأعمال المميزة التي تعرضها هولندا في جناحها. ما يوجد في الجناح الهولندي هذا المخروط الذي يتم فيه ربط أهم عناصر الحياة، الماء والطاقة والغذاء. كيف يتم ذلك؟ بنفس التقنية الهولندية المبتكرة في الأمطار الصناعية. يبلغ ارتفاعه أكثر من 18 متراً ومكون من 9300 نبتة. The water is so great that even us, the staff members, we use it to drink every single day. So we use the water drinkably, and we recommend anyone to visit to try a local Dutch water because it's one of the best. هذه الساعة لفتت أنظار الجميع، حيث أنها تسير بشكل خاص جدا. الخطأ فيها مخطط له. إذا اعتمدوا هذا الشكل الجنوني الخاطئ لترسل رسالة هادفة للزوار بأهمية الوقت، وأن العالم ليس لديه أي وقت إضافي يتم تضييعه لأجل مستقبل أفضل وأحسن للبشرية. تجنب أي هدر في هذا الجناح هو الهدف الأبرز هنا. كل الموارد ستعود للمزودين وسيعاد استخدامها لاحقاً لأغراض أخرى. وهكذا تكون التكنولوجيا في خدمة البيئة في الجناح الهولندي.